إذا كان شفنا في المباريات في تجاوزات، واللي خوفنا في هذا الجانب هو طبعا الوقفات والضعف الشديد في الاتحاد الآسيوي في حفظ حقوق الأندية، والمجاملات اللي نشوفها دائما للاتحاد الإيراني من سنين وامتداد تاريخي لكثير من المباريات اللي ما كان فيها المراقب متعاون مع الفرق، اللي تشعر بخروج عن المألوف، بدخول أمور غريبة عن الرياضة، بتحقيق أجواء دائما مكهربة وغريبة. فعلا يا أبو جود، يعني استبشرنا بما شاهدنا أيام النصر، ولكن كانت هذه الوقفة ضرورية جدا من الاتحاد، من الرياضة السعودية، لإعادة الأمور إلى طبيعتها. اللي يبغى يعني كرة قدم بعيدة وخالية عن أي ضغوطات، النموذج السعودي موجود وفخورين فيه، وعارفين أنه إحنا والله نصدر محمد حتى أرضيات الثقافة. الملاعب محمد، يعني أنت شايف يعني مباراة النصر عدت، يعني ها عدت على خير، لكن أنت ومباراة الاتحاد ما لعبت، عندك مباراة الهلال الأرضية مرعبة، يعني الأرضية تماما والله مش أرضية جاهزة الصور للمباراة. اللي شفناها، الصور اللي شفناها لملعب نادي الهلال مخيفة جدا. أكثر من ثلث الملعب قاعدين يعملوا له في ليلة المباراة ترقيع عشان تلعب. يعني الإصلاحات اللي كنا نشوفها في ملعب نادي اللي حيلعب في نادي الهلال كان جزء منها كبير جوة خط الملعب. كيف يعني كيف هذه ظروف طبيعية؟ يعني هذا كله ناهيك عن التجاوزات في التنظيم، التجاوزات في الإدارة، التجاوزات حتى في إزعاج الفرق السعودية اللي تتجه للفنادق. شفنا أمام النصر، شفنا أمام الاتحاد الجمهور إلى الفجر. يعني هذه الأشياء اللي نقول إحنا نفخر كوننا قيمتنا الأصيلة هي الضيافة والكرم واستقبال الضيف وإتاحة كل الفرصة للشعور إنه في بلده. ولما نشوف هذه النماذج القريبة والبعيدة عننا، ونحاول أننا نبعد عن كل الأمور اللي فيها تجاوزات عن الرياضة ونلعب كرة قدم. إحنا متفوقين في كرة القدم، متفوقين حتى في التنظيم، متفوقين وقطعنا أشواط إضافية في أنه نكون نموذج عالم يحتذى به في كل المجالات، والرياضة واحدة منها، وكرة القدم واحدة من مئات النماذج الرياضية. نستضيف الرالي دكار، نستضيف الفورمولا 1، نستضيف الفورمولا اي، مباريات في البوكسينج العالمية. كل هذه الأشياء تمر بسلاسة وتمر ب يعني أصبح اللي يحضر للمملكة عشان يشوف مباراة كأنه يقطع تذكرة من مدينة سعودية إلى مدينة سعودية، يشعر بالترحاب، بسلاسة الأمر داخل سواء الطيران، التنقل، السكن، الرحابة وسعة الصدر والجمال اللي يقدمه الشعب السعودي لأي قادم من خارج المملكة. هذا النموذج، هذا درس عالمي يرسخ قيمتك وجمالك ويكون درس للغير. نتمنى الاتحاد الإيراني، الاتحاد الآسيوي، والكل يستفيد من الدروس السعودية ومن المثال السعودي، النموذج العالمي المميز في الرحابة والضيافة والكرم واستقبال الضيوف وتوديعهم بجمال.